العطل 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 بشهده والبارح كنتوا تقولوا المناصب بالملايين اصحاب الضمير يا اصحاب الضمير احنا هاد الوقفه الاحتجاجيه تنديروا هاد الايام جات على اثر الاخوان ديالنا اللي بغاو الكرامه ديالهم واخا هما معطلين خاص الدوله تعطيهم وظيفه وتمنح لهم العيش الكريم هنا ديال الرباط تتجي تتقتعد دات لهم اللوازم ديالهم باش يقتاتوا من بعض السماطي بعض العطور بعض السماطي اللي دوهم ليهم ما عرفناش الى مكان لم نعرفه حتى الان ولكن حنا بغينا نطلبوا من السلطات من السيد الباشا والباشا والسيد الولي بغينا هاد الاصدقاء ديالنا اللي مشاو ليهم اللوازم ديالهم بغيناهم يرجعوها ليهم ويعطيهم الكرامه ديالهم ويخليهم تاهما راه عندهم عائله وعندهم مصاريف راه واحده بوحدو راه عندهم مصاريف غالي المعيشه اللي كاينه دابا راه ما قادرش عليها حتى الموظف حنا بغيناهم بغينا لهم الكرامه لهاد الاخوان ديالنا الثلاثه اللي مشات لهم السلعه ديال واحد راه فات الصباح راه حشومه الباشا يجي يتختل هو عوان السلطه والقوات المساعده وديو ليه فراسه من بين يديه ودابا كاين ناس مبصرين اسوياء تيشوفوا الباشا والقوات المساعده تيهربوا هذا كافي غيدير تيهرب ما عندوش كيفاش يهرب الا تيجي الباشا ويحقروا ظلما نهار الجمعه حقرنا واحد نهار ثلاث حقرنا واحد هو والزوجه ديالو ها هي كاينه معانا وراه حشومه هادشي راه حيف الله ما يبغيش هادشي والملك ديالنا ما يبغيش هاد الظلم في حق المكفوفين راه لان الحسن الثاني في واحد الزمان كان عينكم التي تبصرون بها باش يجي هاد الباشا وهاد الامنيين يحقرونا بهاد الحقره راه تسمى الظلم في حق المكفوفين اش غيديروا واش دابا الدوله دايره لنا شي منحه تجي تقول لنا ها الصالير ديالكم تنشر ها الوظيفه قريتوهاكم ها الوظيفه ديالكم التعيينات ديالكم راه حشومه راه ظلم فهاد حنا جينا التجئنا العاصمه راه كاع هادو ماشي ولاد الرباط ولكن التجئنا العاصمه لان هي اللي فيها الحكومه وفيها البرلمان باش يسمو لنا حلول ولكن الحل صبنا على الباشا والمخزن والقمع صافي وهذا اللي كاين في العاصمه الا قالوا دوله مخزنيه راه مخزنيه بامتياز بالمخزن ديالها بالسلطات ديالها انا والزوج ديالي حنا بجوجنا مكفوفين انا ما كنشوفش والراجل ديالي حتى هو ما كيشوفش درنا واحد الطبيله يعني صغيره يعني الحجم ديالها 50 سنتيم على 40 يعني بحال حط واحد الكرسي هذيك الطبله شنو كنحطوا فيها كنحطوا فيها قلم كنحطوا فيها تقيشرات كلينكس ستيلويات شويه هذاك ثلاثه القريعات ولا اربعه ديال الريحه هادو هما يعني هذه هي السلعه اللي كنحطوا قدامنا باش كنديروا واحد لقمه عيش يعني واش هذه كيجي السيد الباشا والمخازنيه كيهزوها لنا حنا يعني ما كنشوفوش كنسحبوا غير الطبله قدامنا كنقلبوا كنلقاو والو كنلقاوهم داو عاد كنتبعوهم عاوتاني بقاو نرغبوا ونجيبوها ويعاودوا عاوتاني يديوها علاش كيديوها هاد الناس علاش كيظلمونا ما عرفتش الا ما بغوناش نحطو ها هو بصفته كباشا يدير لينا حل يديروا لينا حل يعني يعطيونا شي كريمه شي كيوسك شي صالير شهري شي انعاش وطن اللي غادي شي حاجه اللي غتضمن لنا العيش ديالنا حنا ما طالبين من هاد الناس والو حنا ما كنشوف ما عندناش واش انا الراجل ديالي ما كيشوفش كل يوم واش غيمشي هو يخدم في شي جرده ولا غيدير شي حاجه انا واش ما كنشوفش كل يوم واش غنمشي نخدم في الديور ولا غندير شي حاجه حنا راه هذيك هي الحاجه الوحيده اللي عندنا كنصوروا بها طريفه الخبز حنا الا كنا مشينا الا قتلونا ومشينا عند الله حنا غنمشيو اليوم وغنجيو غدا غنمشيو اليوم وغنمشيو غدا هادشي اللي كاين هذا هو الحل اللي غنبقاو فيه دائما ما عندناش فين نمشيو ما عندنا ما نديرو ما عندناش ما عندنا ما نديرو حنا بهذوك الشويه فاش كنصوروا طريفه الخبز كل نهار ورزقو كل نهار رزقو نهار تدي فيه 20 درهم نهار 30 درهم نهار 50 درهم كاين اللي كيتعاطف معاك كل واحد وايمانه عا من هذاك الشويه عيب انا قلت لك 50 سنتيم على 40 سنتيم طويبله صغيره قال لك هذيك لا ما تحطش في الشارع سيدي واش حنا شنو غادي نديرو شنو غادي ناكلو واش نحلو فمنا البرد واش باش نخلصوا هاد الماء والضو باش المصاريف ديال الدار وباش المصاريف ديال بزاف د الحوايج راكم عارفين المصاريف